مساء الخير، مساء المحبة مشاهدينا الكرام، تحياتي لكم. ضيف جديد واخطاء جديدة في برنامج اخطائي، المخرج الجميل مصطفى العبد الله. مساء الورد، نورت وشرفت اخطائي. تحياتي لك، وعلى حب امسي عليك وعلى مشاهدي برنامج اخطائي وعلى قناة الرشيد والكادر، شرفت فيك حبيبي انت. الله يخليك مصطفى. شو رأسا جريت حسرة حسيتك في بداية البرنامج؟ على ايش حسرتك تجرها؟ على من؟ مو انت شغلت اغنية مع الفنان علي صابر، ودي له تحية اخوي وصديقي. طبعا هاي الاغنية كلش تأثر بي بصراحة. يعني تقول لا تشوفني تعبان حيل، هذا من جرح السنين. اي يعني الاغنية كلش ذكرني بناس اعزاز على قلبي احبهم. شنت يا ربي يحفظ اعزازك ونسمح. تعال حبيبي تعال. اي موضوع كبير هذا من البدايه. هاي الاغنيه طلبها بالكواليس، سمعناها قلت له تحب هاي الاغنيه، مصطفى قال احبها، وجهه تغير. واثناء حواري معه بالاغنيه انت قول ايش قلت لي؟ الاغنيه يعني هاي تاثر بيها جدا، يعني هواي اكو ناس يعني احبهم، مقربين، اي اصدقاء ومن الاقارب كانوا، يعني كانوا كل شيء يأذوني بصراحة، وما رادوا أنه أوصل إلى هاي المرحلة أو أتقدم. أذوني بشغلي، أذوني بكلام، حكوا علي بسمعتي، شوهوا سمعتي هواية، حكوا علي. بس هو يعني الكاتب ربك نشوفه. يعني أنا الحمد لله وشكر تقدم نجاح ومتواصل مصطفى. بالعمل أتمنى لك حياة حلوة من كل قلبي. خلي نقاط على الحروف. منو اللي تحس اليوم يحكي ورا مصطفى العبد الله؟ منو؟ هواية ناس يعني مخرج؟ عالم الإخراج؟ عالم الغناء؟ عالم التمثيل؟ شوف احنا الوسط الفني بصورة عامة هو كله عبارة عن يعني الأغلب كله نفاق وقال وقلت، يعني بصورة عامة احكيها كان كلش صريح ترى. فدائما يعني توجه الاتهامات، اكو شغلات اسمعها من الغير انه مصطفى كذا، يعني هاي شغلات يعني دائما توصلني. طيب متى اخر مره، متى اخر مره وصلوا لك معلومه مصطفى العبد الله انت كذا؟ اتهام، ايش كان الاتهام حتى اليوم نبرره؟ شنو اتهموك؟ فارض نفسك على الساحه الفنيه بفلوسه قاعد يخرج، بفلوسه لازم الفنانين، يفرض نفسه بالكليبات، يطلع يصدر سيلفيات، مصدر لنا سنونه، دعايه لسنونه كنت مسوي مصطفى العبد الله مبيضهن علينا. والله هذا السؤال ضحكني. يلا شوف
طبعا انا هذا السؤال يعني سام اكثر من شخص يقول انه مثلا مصطفى العبد الله فارض نفسه بالاخراج بفلوسه. اي طيب راح اسولف لك سالفه انت ما تعرفها. يمكن اني من المخرجين الاوائل اللي بالساحه العراقيه تحديدا اللي بدا ياخذ فلوس من المخرجين اللي عفوا من المطربين ويسجلهم على حسابه. بديت الفنان رضا العبد الله، الفنان هيثم يوسف، الفنان قصي حاتم، فنان ستار سعد، شركه عالميه، شركه يونيفرسال، اني دز لي فلوس انتج لها اصور لها يعني روتانا يعني. بس المعروف انت ما دام جبت طاري الفلوس، المعروف انه مصطفى العبد الله هو اللي ينطي فلوس حتى يخرج للفنانين. لا انا غلطان. اغلب المطربين اللي متعاقدين مع شركه نجوم الدار البيضاء، هي إيه؟ شركه مساهمه واني مساهم بالشركه، هي الاعمال تكون من اخراجي. فهمتني؟ فمو انا اللي فارض هذا الموضوع. اها زين يعني انت قلت لي اثناء الحوار انه انت من المخرجين الاوائل اللي اخذ فلوس على الاخراج. نعم. زين انت ايش قد مواليدك؟ متى بديت حتى انت من الاوائل؟ انت يا مواليد؟ انا مواليد 89 14/89. جميل الكلام. 89 ما شاء الله في مقتبل العمر، ما شاء الله عليك وابداع ابداعك جميل موجود. نعم. يا سنه دخلت عالم الفن والاخراج؟ عالم الفن يعني احنا كاخراج اي من 2014. طيب يعني تحياتي لكل مخرج قبل كان قبل يشتغل قبل 2014، يعني ما كانوا ياخذون فلوس وانت من الاوائل اللي كانت تاخذ فلوس؟ لا مو احنا من جينا خلي اخدمك. من اجينا اشتغلنا بال 2013 و2012 بدينا احنا كشركات انتاج، شركه الدار البيضاء وشركه الحنين والشركات اللي كانت موجوده، فهي كانت هم اهل المال والمخرج من عندهم. فهمني؟ يعني احنا كنا اهل المال مخرجين من عندنا، يعني مثلا اوجه له تحيه اخوي وصديقي رافت البدر، كان منتج ويانا مساهم بالانتاجات. يعني هو ينتج وهو يخرج مو فد، واني اغلى يعني نص الاعمال اللي اخرجتها هي انتاج الشركه اللي انا مساهم بها. مو بس من اشتغلنا يعني بلشت بعالم الاخراج يعني عراقيا نقدر نقول اليوم مصطفى العبد الله على مستوى العراق هو الاول من اخذ فلوس من المخرجين. شو اسمه طبعا بالتاكيد بالعالم الاخراج بديت 2015 2016، كانت الانتاجات بعدي مستمره. يعني بينما كانوا المخرجين مثل كانت قناه الام سي بي عندهم مخرجين موظفين يخرجون اعمال الفيديو كليبات، الحنين كذلك. انا من بلشت وحدي بدون قناه. اها يعني بدون محطه فضائيه. جيد. فالمطرب اللي يجي على اسم مصطفى العبد الله، على شغل مصطفى العبد الله، يعني فرضت نفسي بالعمل مو بالفلوس. لا مو بالفلوس، يعني مثلا رضا العبد الله انا انطيه فلوس حتى يصور وياي، شركه يونيفرسال انا انطيها فلوس، شركه روتانا انا انطيها فلوس حتى يعني يخرجون وياي مثلا، او قصي حاتم او هيثم يوسف او اسماء كثيره انا اشتغلت وياهم. ابرز اريد اليوم المشاهد يتعرف وكذا هو يعرف، بس حابين يتعرف اكثر على ابرز اعمالك الاخراجيه، عدد لنا اياهن الابرز. يعني انا تعاملت مع هوايه فنانين، بس الاحب الاعمال اللي يعني على قلبي اللي صارت هي اللي صورتها داخل بغداد. مثل يعني مثل واحد بالي شغني الفنان محمود التركي، ستار سعد. يعني هاي الاعمال العمل بعد اريد اسم بحيث تقول لي اليوم انا مصطفى العبد الله انا مخرج فلان كليب. يا اغنيه نسيت اسم الاغنيه بصراحه، يا كبيدي. العفو يا كبيدي. يا كبيدي يعني هاي صورناها باسطنبول. اغاني هيثم يوسف كلش احبها، يعني اللي صورت اللي هي مثل منو اللي يهتم بي يعني حبيب الروح. اها يعني هاي الاغاني كلش قريبه علي. مصطفى منو اللي انت اليوم تقول له لو يظل اخر مخرج بالدنيا بعد ما اتعامل معه يا فنان؟ مطرب لو مخرج. انت مخرج من اللي اليوم حاب تقول له انه انا مصطفى العبد الله اليوم حاب اقول فلان فنان بعد ما اخرج لاي كليب؟ وفنانهم كثر اكيد، منو؟ هذا الشباب اللي هسه هم يعني هوايه اكو، يعني هم يعني انا مو ضد شغف الشباب ولا كذا، بس اكو ناس ذا تيجي يشتغلون شغلهم ومو شغلهم. اعطيني اسم فنان. منه؟ اسف يعني ما اقدر اني يعني هذا ارزاق عالم. انت قلت انا صريح، انطيني شخص لي قول لي فلان ما احب اتعامل معه بعد. انا صريح وقوي ما احب اتعامل وياه بعد. ازعجني بالتعامل. ما حبيت ازعجك التعامل معه.
يلا مصطفى العبد الله. ماني اليوم اذا اقول لك اسم بعد مستحيل اتعامل، يعني كان يعني اكو اسامي كنت. اليوم لا، اليوم ما تتعامل معه، يمكن باكر تتعامل معه، بس كل يوم كتفكيري اني ما احب اتعامل وياه اليوم، ممكن باكر نصالح. بس يا فنان اسم ما تعامل وياه اليوم؟ اي ياسر عبد الوهاب. اوف ليش ياسر عبد الوهاب؟ ما هو ياسر انت وياسر عملتوا كليبات تكسر الدنيا، ولا ناسيك يجي جاني الليل، ليش اليوم ما تعاملوا انت ويا ياسر؟ يعني بالوقت الحالي ما اقدر اتعامل وياه بصراحه، يعني ياسر اخوي وصديقي ووجه له تحيه وقريب يعني على قلبي. يعني من اخطا في حق الثاني؟ هو خليه يجاوبك او الناس المقربين. هو ما موجود يجاوبني، هو ما موجود يجاوبني، انت موجود اليوم يمي. انت اخطات في حق ياسر عبد الوهاب ام ياسر عبد الوهاب اخطا في حقك؟ انت موجود يمي، اسالك انا قاعد. خلي اخدمك ان شاء الله. موضوع ياسر، احنا موضوعنا كان بالبدايه موضوع عمل ومشروع استثمار فنان صاحب صوت، نمينا هاي الموهبه ووصلنا الى مرحله يعني مرحله النجوميه اللي موجوده. يعني هسه ياسر نجم. ومن صار نجم ايش صار؟ بعد ما خلص العقد الخمس سنوات اللي متفق عليها ياسر ما قدر يجدد، يعني ما راد يجدد العقد. ليش؟ يعني راح ويا فلان يريد يشتغل، يعني اكو هواي تفاصيل بباله، بينما هو ويانا نجم مع شركة نجوم الدار البيضاء ياسر نجم. بس سؤال اسئله شاهدنا حاليا يقول وين المهني بالموضوع؟ يعني انتم ما شاء الله هو ملتزم وياك ياسر عبد الوهاب خمس سنوات. نعم. يقولون بعد خمس سنوات ادري انتم ماخذين الولد، ليش يعني؟ ولين ما جدد العقد بعد خلاص ما نشتغل له؟ لا حبيبي ولا يجدد العقد، يمكن لقى مكان افضل. وين ياسر هسه بهاي الفتره؟ انت قريب عليه هسه بالفتره هسه اسمعت موجود ياسر؟ عنده اخفاقات بالاختيار باختيار، يعني مثلا ياسر مواكب ومتواصل ودي ينزل اعمال بس ما تحقق النجاح الكافي. هسه منزل هو اثنين اغاني ثلاثه ما اذكر ما اعرف اساميهم. خلاص طيب أغنية يا هنيالي يا هنيالي لياسر عبد الوهاب وسلمى رشيد كسرت الدنيا من إخراج إيهاب الراشد، لو أنت ما شايفه. لا هي كان ويانا ياسر بالفترة اللي موجود ويانا كان. بس أنت ما أخرجت هاي الأغنية له؟ مو شرط، أنا ليش؟ أنا أكو أعمال هواية، إنتاج الشركة وأني مشرف على الأوديو بس مو إخراجي، يعني أنا مو كل شيء. يعني مثلا راضي على إخراج يا هنيالي؟ ما أعرف أسأل ياسر، أنا ما شفته كلش، سمعت الاوديو بوقتها كان الاوديو اللي سجل بيه والاوديو كلش حلو والاغنيه وصلت يعني للعالم للمشاهدين. وياسر اصلا يعني هو نجم يعني حلو. بس اليوم تقول لي ما جدد العقد ما بعد؟ لا انا ما احب اتعامل ويا شخص ما عنده انتماء. اليوم نجاح الفنان او نجاح اي باي عمل اذا ما عندك انتماء للجهه اللي انت تشتغل وياها وتتعامل وياها ما راح تكون شو اسمه ناجح ولا راح تتوفق. يعني ياسر او احد او يذكروني فيلم شفته اكو واحد يلزم سره فهو لازم سره يشوف اللاين الثاني يعبر يلزم سره يخلص هذا يلزم يظل اخر واحد بينما هو لو ثابت كان وصل من الاوائل. يعني هو اليوم ياسر عبد الوهاب باقي اخر واحد ظل اخر واحد. أنا ما اتمنى لهذا الوضع بصراحه اللي هو بيه. ياسر يعني تعلم على قضية مهمة جدا اللي هي انه احنا نختار لأغلب المطربين والفنانين اللي موجودين بالساحة يعرفون يختارون نفسهم. نجوم يعني النجوم عليهم الاعتماد هسه بالساحة يجيب شخص يختار له، يختار له الاوديو، يختار له الاغنية، او يروح على الملحن يقول له انطيني عمل. جيد. وهي تصير ويا علي صابر ويا نصرت ويا الملحنين الموجودين، يروح عليه المطرب يقول له انطيني عمل، يقول له هاي الك خلص. فهم يعرفون يختارون. ياسر تصير عنده اخفاقات بالاختيار بهاي الفتره، لان ياسر كان منتمي الشركه والجهه والجروب هو نجوم الدار البيضاء. فالعمل كان من يوصل لياسر يوصل له باشتراكيه من الملحن والشاعر والموزع. وحاليا ما اشوفك اشتراكيه يا ياسر، قراره واحده هو ادرى. ماكو شغله ياسر تعود عليه الجمهور انه يشوفه باعمال رسن تبرز وتبين. جيد. يعني مثلا ولا ناسيك حققت 30 40 مليون 50 مليون مشاهده باليوتيوب، اغنيه بينت بالوطن العربي. جانا الليل 30 40 مليون بينت. موالات احنا من موال الام اغاني اللي سويناها يعني مشاهداته 20 30 مليون. طيب بينما هسه اشوف اني ياسر مشاهداته
مليون مليونين وترويج يعني اكو فلوس دا تنصرف على الفيسبوك ولهذا حتى تبين الاغاني. طيب اليوم انت تستعين بافكار غيرك من المخرجين هم يساعدوك هم يعطوك افكار مثل ما انت قلت ياسر ينطوك كذلك انت مصطفى تاخذ من افكار غيرك ممكن بالمخرجين بالإخراج؟ اكيد يعني الانسان يعني لازم يطلع ولازم يشاهد ولازم يشوف بس انا ما اباوع على هذا العالم اللي انا بيه انا اباوع على العالم الابعد من يعني اباوع يعني بالوطن العربي اشوف الكليبات وين واصله بالعالم اشوف الغرب وبعدين اجي اشتغل انا يعني اذا اشوف اللي موجودين بالساحه بصراحه ما راح اقدر اتفوق عنهم ولا راح اقدر اكون يعني خارج يعني راح اصير مستواهم نفس الشيء. من ابرز اخطاء مصطفى العبد الله شنو ابرز اخطائك اليوم انت حاب الشخصه هذا الخطا من ابرز اخطائي؟ قربت على نفسي ناس ما يستحقون انه يكونون اصدقاء ولا يكونون انه هوايه بس لا تسالني منو انت الظاهر تحب تعرف كل شيء يعني انا هوايه اصدقاء مقربين كانوا الي يعني خطأوا بحقي. هم هؤلاء الاصدقاء من الوسط الفني ام خارج الوسط الفني؟ من الوسط الفني لان انا يعني الخطا الاساسي انه انا دخلت عالم الفن. اوف هواية قالوا ان هذا الشيء مصطفى ليش شنو السبب؟ العالم الفن حرب ومنافسة غير شريفة يعني عنده استعداد حتى يوصل للي انت وصلت له او حتى يحطمك او يوقفك عند نقطة معينة عنده استعداد يأذيك بكل شيء. وانت نافست مو نافسة مثل خلينا نقول غير شريفة ولا منافسة غير مهنية؟ انا يمكن ما امدح لك نفسي بس يمكن الانسان الوحيد اللي كافي خير شراني تجيني ادفعها لان يعني اكو رب العزه يعني هو اللي يعني. ومن اللي ما دفعها وياك؟ من اللي اجته لا وقف ضد مصطفى عبد الله ما دفعها وياك منه؟ ماني ما عندي يعني تاتش مشاكل ويا احد ولذلك انا تلقاني صديقي كل يعني كل المخرجين اصدقائي. اذا افهم من كلامك كل اليوم كل الشركات والقنوات والناس الموجودين والفنانين اصدقائي قريبين يعني. ما دام هم اصدقائك افهم من كلامك اليوم مصطفى انت عندك مشاكل ويا نفسك؟ تعاني من موضوع معين؟ عندك صراع داخلي؟ شلون؟ تعاني من موضوع معين بينك طبعا. وبين نفسك؟ لا يعني انا دا اقول لك انه بباب اصدقائي انا مصادقهم يعني هسه انت تظلني هسه انت مثلا تحكي لك حكايتين ثلاثه ما تعجبني او كذا انا راح اجاوبك بالحسنى وراح احكي وياك بلطف وكذا ما اقدر ارد عليك غير رد وياك او ويا غيرك بس انا ما اسوي هالشكل تعرف ليش؟ لان انا ما اريد انحط بمكان باشر عقب يجي يقول لك مصطفى عبد الله فلان شيء فلان شيء انا اقدر اذي مطربين قيامه الله. اشوف الاحظ اكو رجفه بصوتك احس اكو حسره داخل هذا القلب شنو هي مصطفى ليش ما تخلينا نعرفها؟ ماكو ما عندي شيء شلون رجفه بصوتك يعني شلون والله انا على صوتي على طاري الصوت شفناك بفيديو كليب مع ياسر عبد الوهاب علي جاسم تغني جاسم علي جاسم تغني وياه يا ترى صوتك هو هذا الحقيقي ولا يقال انه لا هندسه صوتيه وفلتره انه مو صوتك هذا الحقيقي؟ هندسه صوتيه فلتره الاغنيه حلوه مقبوله وماشيه. ليش غني هسه؟ ما اقدر اغني لك هسه لان اني انت اليوم انت مستضيفني عفوا اذا ما تغني لا لا اسمع اذا ما تغني اسمع مصطفى اذا هسه بخطا ما تغني لي يعني صوتك هذا مو الحقيقي تضربي بالكليبات غني اذا اسمع مقطع من صوتك خلي العالميه تابعني بالسناب راح اشوف لا لا لا, يعني لا, لا, لا. صوت وصوره حاليا تتهرب كلامهم صحيح لعد اذا جمهورك حاب يعرف هذا صوتك لو بفلوسك قاعد تدخل بالكليبات ومصدر نفسك انه اثبت العكس شوف خلي اخدمك اثبت العكس لا تخدمني اخدم جمهورك يلا غني مقطع شباب جيبوا لي المايك يما حتى بدون مايك غني لي مقطع بس واحنا نفلتر صوتك لا تضوج تبشر يلا انت طبعا وايد تحرجني ما كنت متوقعك هيك يلا شغني لك اغنيتي اغنيتك اي لا راح اغني لك اغنيه الفنان محمود تركي يلا وش عجب قاطع بي يا راحتي النفسيه تدري القلب مهموم ابكي واغني يومي طبعا كمل كم اي خلاص شوف حلو انا يعني من خجول انت خجول مصطفى عبد الله كلش اوه انا احب الاغاني بشكل واحب ادندن احب اغني
دائما احب اتعلم عود، ادندن شويه بالعود. طيب لو عندك كليب انت حاب انت تغنيه، تخرج انت لنفسك ام تخلي شو ما يقول طبيب يداوي الناس وهو عليل، وانت تحاب تخرج لنفسك ام لاكو غير مخرج افضل الي؟ لا انا ما احب اسلط الاضواء علي كفنان، يعني هذا حتى الفيديو اللي صار مع علي جاسم انا صورته بالتليفون، يعني طريقة السناب شات هذا السناب وبالتليفون، يعني نزلت موضوع التليفون. على طاري التليفون، يعني انت تحب تبرز عضلاتك الاخراجيه بالتليفون، اكو غير مخرج جميل هو كذلك بالتليفون، ونزل على 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 انستا انه انا هذا الكليب صورته بالتليفون، حابين تبرزون انتم عضلاتكم في المخرجين؟ هذا الموضوع خلي اخدمك. قلدت مخرج معين بموضوع التليفون؟ انه اذا انت تخرج يا مخرج، اذا انت تخرج بالتليفون انا هم مصطفى العبد الله واخرج بالتليفون هذا الكليب هو. منو مخرج قبلي؟ ما اعرف. رأفت البدر، تحياتي له. رأفت قبلك، رأفت قبلك موضوع شلون يسوي بالتليفون؟ عيب، قال انا بتليفوني اخرجت، اظن كان لي لو زيد الحبيب ولا احمد شاكر ونور زين اظن هيك موضوع. قلته؟ خلي اخدمك بشيء، اول شيء اني خلي اخدمك حتى يعني تنتبه اذا انت شايف الفيديو كليب بس انت الظاهر ما شايفه. لا موجود على الانستغرام اللحظة، الموضوع انا اقول لك مالتي 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 مالتك بلي شفته قبل شوي. اي انا ايش كاتب؟ شفناه سوية انا وياه. ايش كاتب؟ كاتب تصوير مصطفى العبد الله، مو اخراج مصطفى العبد الله، يعني هذا ما بيخرج. المهم حاب توري عضلاتك. يعني انت هسه ايش؟ انت مصور اليوم ما شاء الله، منتج، مخرج، مصور بعد، خلي مطرب. خلي اخدمك بشيء، هسه انت راح اوجه لك سؤال، هسه انت مقدم ومرتب ولطيف وذكي. لو صارت عندك موهبة الشعر الكتابة راح تنطي نصوص للملحنين وكذا وتبين هاي الموهبة لو لا؟ مو شرط، ما تبينها مرات ما بينها حسب. شو ما تبينها؟ انت اليوم انت هسه لو صوتك حلو ما تغني؟ مو شرط، لا مجد ما غني، ما شتت نفسي. انت احكي لي. نعم. حابب شتت نفسك، انت بتشوف نفسك بالانتاج بالتصوير راح تطب للغنى؟ خلي اخدمك خلي اخدمك حتى وحدة وحدة يلا نسولفين. بالنسبة للإنتاج، هو الإنتاج يعني أمر مادي بحت، يعني بزنس ما له علاقة بالشيء الفني. أوكي، أنا ألقى نفسي بالإخراج، لأن هاي يعني فد رسالة فد شيء، وأنا حاب أوثق جزء من حياتي بموضوع الإخراج. بالنسبة للموضوع الغناء، فهاي موهبة أنا الله وهب لي إياها، فحاب أنميها يعني، وبدون ما أنه أدخل إلى مجال الغناء يعني عالم، يعني موهبة حلو أغني، يعني ممكن باكر أسوي نشيد، باكر أسوي يعني عادي. هسه أنت لو صوتك حلو مقبول بيجيك واحد يقول لك تعال غني وعندك الفرصة والإمكانية، يعني متأكد مليار بالمئة راح تغني. أبشرك صوتي يجنن، خلاص تعال أنا أسوي لك. مصطفى، من حاليا أبرز مخرج في الساحة العراقية؟ أنطين اسم واحد فقط، خليك صريح أكثر، أنت اليوم كلش صريح وياي، أنطين اسم واحد فقط فلان الأبرز حاليا في الساحة العراقية يا مخرج. خلي أخدمك اسم ومن ثم اخدمني، بس اسم ما يصير. ليش؟ هاي شغله نسبيه. ماكو مخرج الافضل، ولا اقدر اني اقول لك فلان افضل وفلان الأبرز. افضل ولا ابرز، ماكو. اليوم شغله الاخراج نسبيه، العمل هو اللي يقدمه يفوق المخرج ويرجعه. كل المخرجين عندهم اخفاقات وعندهم نجاحات صائبه وغير صائبه. فاليوم انت مخرج يقدم شيء والاوديو ما حلو، ما عندنا احنا جمهور يجي يشاهد الأغنية 3 مليون 4 مليون 5 مليون والله الفكرة والإخراج صح. ما عندنا هيك جمهور، ما عندنا هاي الذائقة. هذا الوعي العالي ويقيم. ماكو، ما عندنا هذا الشيء. فشدي تصير الحالة، الأغنية صح يتوفق بها المخرج الأوديو يكملها بالصورة فراح تنجح، فصير عنده إخفاقات وصير عنده نجاحات. الأبرز الأبرز احكي حاليا بالساحة، احنا اليوم الشاهد رأفت البدر. ماكو شيء اسمه ابرز، يعني مثلا اجي اقول لك رأفت وتقول لي لا فلان اكو واحد زيد من الناس بصور اغنيه ضاربه ونجحت، انت شو تقول؟ والله المخرج. هو مو المخرج، العمل صح، الاوديو صح، الاغنيه بدها توصل. طيب شنو رايك بالمخرج رواج واد؟ كان ضيفي في برنامج اخطائي، قال انا المخرج الوحيد اللي بعلاقه انه انا اكتب السيناريو ورقه وقلم وكامل، اخالف جميع المخرجين يعني انا الاول. رايك بهذا الموضوع؟ قال انا الوحيد خريج اكاديميه. انا خريج مع حدا بضبي الفيلم والسينما، يعني شنو؟ طيب هو الوحيد يكتب السيناريو فعلا؟ هو مو ما اعرف، انا ما شايف شغله والله، بس انطيني فد عمل الابي سيناريو حتى افتهم اقول هذا صح والله. انطيني عمل انت الرواء شايفه. حرامات التعبيهم، حرامات التعبيهم مال علي صابر. علي صابر حلوه.
طبعا اساسا انا يعني ما مهتم سلم طبعًا ولا طبعًا ما سلم. طبعا هاي الاغنيه انا عندي ملاحظه عليها. شنو هي ملاحظه عليها؟ الاغنيه كدراما واصله الفكره لك والي وكل المشاهدين. انه هي اب يدعي على ولده صح؟ هاي الشيء يعني احنا بالمجتمع العربي ما عندنا انه اب يدعي على ولده بهاي الطريقه وكذا. هي موضوع دراما متسلسل وصح وتصويره صح واخراجيا صح، ما عندي كل يعني اعتراض عليه، بس موضوع انه اب يدعي يعني على ولده انا شفتها صعبه حيل. يعني صار عندي موقف، اني كنا ضيف عند ناس وطالع الاغنيه واني جاي حتى اصالح الولد ويا الاب على مود قضيه معينه، لان الولد كان بالمعهد ومغير التفاصيل ومسوي شهاده، تعرف هاي السوالف مال الشباب، وابوه زعلان عليه. فمن طلعت الاغنيه احنا كنا نشاهد نحكي بهذا الموضوع، الاب يعني شلون الايد الفكره. اها، فهاي يعني مو صح. احنا اليوم ندخل كل البيوت، ندخل اي بيت لاي عائله لازم تكون الرساله واضحه وهاتفه، يعني يعني بها فد هدف معين. يعني انا سويت اعمال بها رساله. يعني انت كل كليباتك انت بين اهداف؟ لا مو كل، بس الاغلب. يعني اكو اعمال بها فد رساله للحب، للوفاء، للاخلاص، للتعاطف. طيب. للحاله الانسانيه. هذا موضوع رواج وايد. كنت استضافوك في احدى الفضائيات، المذيع جاب الطاري المخرج الجميل إيهاب الراشد، وصفت انه مخرج شاب. انت قلت انه انا ما متابعه، ولا ما متابع انت اعمال؟ زين، انا قبل لا ادخل للبرنامج قلت لك عليك انت شخصيا، قلت لك واني بالطريق جيت سويت سيرش عليك، اني مقل جدا وبعيد عن المتابعه. اول شيء ما اشاهد شيء يعني من الوسط الفني العراقي، لان اني مشغول دائما ووقتي ضيق كلش. أنا يعني عندي التزامات وعندي شركة وعندي بزنس خارج هذا العمل الوسط الفني. طيب يعني معقولة أنت ما مشاهد إيهاب الراشد في كليب يهنيالي؟ خلي خدمك يهنيالي، يهنيالي ياسر يهمني، كل شيء يهمني. كليبات كثيرة ياسر يهمني، إيهاب توفيق ياسر يهمني. شفنا الكليب عنه صانع ياسر وانتهى. يعني شو عنه؟ صور أربع دقائق. والله ما لحقت، والله ما لحقت. هذه والله أنا ذريع أنه أنا مشغول، ذريع هذا حتى ما أجيب أسماء. يا شو اسمه إيهاب، شفت له بالجديد؟ لا والله مو له. بس نفس الجروب مالته اكو مخرج باسم الدبي. شفت لاني عبالي مالي هاب مصور الكرار صلاح ودويت كرار صلاح وعلي يوسف. شفت انا عبالي هاب الراشد بصراحه، شفت الكليب للنهايه طلع خلاص. مشاكل انت ويا هاب؟ لا بالعكس، صديقي اخوي. ايهاب صديقي اخوك، ليش ما تتابعه؟ ولا انت اليوم ما حاب تقول انه ليش انا رأفت صديقي اخوي؟ ما شايف الاعمال اللي اغلبها ما شايفها. اغلب الاعمال انا اليوم اخويا وصديقي وتاج راسي وعزيز على قلبي منه؟ المخرج ياسر الياسر، اوجه له تحيه. تحياتنا لياسر. مسوي فيديو كليب للفنان الكبير الراقي الجميل وليد الشامي. وداز لي على الواتساب، يعني محدده ونازل. صار 3 ايام يوميا اريد ارجع اشوف الكليب، يعني ارجع تعبان هالكان. يعني انا اقول الساعه 7 الصبح، انا الساعه 1 يعني مضغوط. من أخطائك ما مهتم بالآخرين، من أخطائك أنه اليوم مخرج ياسر الياسر بحجم ياسر يبعث لك كليب حتى ياخذ رأيك. لا ما ياخذ رأيي. لا 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 لا, 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 لا. ليش لعد بعث لك إياه؟ 3 أيام ما تجاوبه؟ مو حبيبي، مش هسه. احنا عادة كمخرجين من نسوي يعني كليب تخلي الرابط وتكتب وتنزل الواتساب الناس مثل المقربين. طيب. عندك العشرة. 3 أيام ما جاوبه الياسر؟ 3 أيام مو مجاوبه. قلت له مبروك على العمل، شفته بس مبروك، قلت له على العمل وان شاء الله راح اشاهد. يعني انا اقول لك يعني ياسر يهمني، وليد الشامي يهمني من اكثر من اي واحد. مصطفى العبد الله ابشرك، من بعد الفاصل الحوار راح يتغير كامل وياك. فاصل بعد الفاصل نتواصل، خليكم ويانا، حياكم الله. حياكم الله يا طيبين، رجعنا لكم من بعد الفاصل. مصطفى العبد الله نورت وشرفت اخطائي، حياك الله مره ثانيه ومره عشره. حياك الله حبيب قلبي، نزار بالمشاكل. شلون هالدنيا وياك؟ بخير الحمد لله. حابين نتعرف على شخصيتك اكثر، حابين
شنو اكثر مساله تهتم بيها، شنو اكثر مساله تحبها حاليا ودائما ببالك هي بحيث تقول ثاني مساله وهي قاعد اهتم بيها وقاعد احبها؟ يعني انا اكثر شيء اهتم بشغلي وشلون اطور نفسي، شلون اتقدم، شلون اتميز عن الموجودين بالساحه. يعني هذا شيء يعني مهم ومتعب بصراحه بنفس الوقت. يعني ما اخذ كل وقتي. ايش اخبار الحب وياك؟ الحب وين على الخريطه؟ انا احب هواي. ها حبيت انا بحياتي كم مره؟ مرتين ما شاء الله. وليش ما استمر الحب؟ اني يعني دائما يكون الخطا بي. يمكن لان عملك متعب، عملك مع هواي بنات وياك. عملي متعب. اثر عليك؟ طبعا عملي متعب واني هم يعني شويه ازاغر. خاين؟ اي خاين اني هواي. هم خانوك؟ لا انا خنتهم. مش متى ناوي يتزوج مصطفى؟ هسه كنت سمعك امي يقول لك هسه ريب. اتمنى قوية. يعني اتمنى انه اكون بالعش الزوجيه واكون مستقر وكذا، بس حياتي والمشاغل والسفر والعمل هذا اللي ماخذ كل وقتي ما يخليني استقر. طيب ممكن اليوم مصطفى العبد الله يقول انا مخرج ممكن اتزوج فنانه من الوسط الفني، لو عندك لا انا اذا اتزوجها اتزوجها من خارج الوسط الفني. يعني انا اذا فكرت اتزوج يعني ما اتزوج من الوسط الفني، اكيد راح يكون من خارج الوسط الفني. ليش؟ لان احنا تعرف احنا عندنا عادات وتقاليد، احنا ناس عشائر وناس بابة عرب، وهذا الموضوع يعني الزواج انه مثلا فتشي مشترك مع الاب والاخ والام والاخوت، فيعني لازم يكون الاختيار من قبل العائله بالاساس. يعني العائله يكونوا متفقين على الموضوع بصوره عامه. طيب ليش مو يمكن انت فنانه وياك من الوسط الفني وتتعامل معها وتخرج لها، ولا يعني يكون كيمياء بينك وبينها جميله جدا؟ طبعا انا على فكره كلش كلش احب واتمنى اتزوج مره صوتها حلو. انت تخيل بالبيت ومرتك تغني لك وتعرف تغني ومقامات، يعني انا كلش احب الغناء واحب الطرب واحب فنانة. الاصوات النسائيه لقيت فنانه صوتها جميل وحبيت ان تتزوج، ولكن موضوع العادات والتقاليد ظل ببالك لا 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 ابد. بس ما تتزوج من الوسط الفني؟ لا. الوسط يمكن هو متعب لا هو الوسط الفني متعب وبمشاكل وتفاصيل هوايه. اثنين احنا ما نسلم من حكي العالم، يعني العالم بالوسط الفني انت امرامه مال احجار. يعني رجال خزل مبين ومرتب وكذا يدبون عليه حكايه، يسوون عليه موضوع، يسوون عليه فتشي. صح. الا بنيه يعني انا الله يساعد البنات اللي بالوسط الفني، ان الحكي والنفاق والقال والقلت يعني شيء يعني اعوذ بالله يساعدك. مصطفى متى اخر مره دمعت عينك على يا مساله بكيت عليها؟ شوفاني ابكي، يعني طبعا كل انسان يبكي، بس اني يعني اتالم بصراحه على اي موقف انساني بتشيني. اخر موقف حزنت عليه؟ هوايه، بس اني اكو موقف يعني مأثر بي جدا. بالفتره اللي بدت الهجره من تركيا الى اوروبا وبديت اشوف الناس والعوائل والشباب يهاجرون وبالبحر، واللي صارت عندهم مواقف واللي غرقوا واللي هذا، صارت عندي يعني فد عاده يوميه ارجع للبيت اقعد بغرفتي اتفرج فيديوهاتهم واقعد ابكي. ايه ساعد قلب عوائلهم يعني كنت. ابكي على هاي الشباب والطاقات اللي دا تطلع من بلدنا، وابكي على هاي العوائل اللي دا تتدمر ورايحين الى شيء ما يعرفون شنو هو، يعني ماكو فد هدف. فهذا الشيء ألمني بصراحه. انا اخويا هاجر ويا هاي الناس يعني راح عم بتشوف ركب وراح، يعني كلش اذانا، يعني اذانا بالبيت بصوره عامه. يعني احنا تعرف احنا ما متعودين على فراق احد. اي طبعا. يعني خص العراقيين حاليا هو مستقر بال الحمد لله باوروبا، فصار عندي ولع انه اشاهد هاي الامور. اي يعني انا مريت بحاله يعني جدا صعبه بهاي الفتره.
يعني بكيت على هاي العوائل العراقية اللي طلعت وهاي الشباب تألمت. لذلك أنا سافرت، أنا مقيم بأوروبا على فكرة، من أروح أشوف عراقي يعني بودي أقدم له كل ما أملك، عاشت إيدك من أي شيء يعني، وحتى لو كلمة ابتسامة أي شيء يحتاجه بإمكاني أقدمه بدون يعني ما شيمة العراقيين. أحسنت. في موضوع شاهدنا مقطع فيديو يمكن سر الطفل بالعامرية، ولا عفوا جتنا المعلومة أنه من الناس مقربة جدا منك شوفون المقطع يكونوا مشتر وشوفون على الجوال، طفل أنت راح زائر طفل بالعامرية، رحت له وجازفت، شو الموضوع؟ الحمد لله. شوف هذا الموضوع، شو الموضوع؟ عندي متابعين يعني كل شوية بالإسلام، فأكو لي محبين صغار وكبار وكذا، من ضمنهم أطفال، يعني هواي يعني عوائل أطفالهم، لين أنا بصراحة كلش محافظ بالسناب وما عندي شغلات زايدة ناقصة، لين أعرف إنه هذا سناب عام ممكن يدخل بيوت العالم، مش ممكن يشوف ابنية بيت أب، يعني أنا مثلاً أكو عوائل يعني مثل زوج وزوجتي يقول لي أنا متابعك وزوجتي وزوجتي، يعني هالشكل، فأني أعرف وين واصل هذا فكلش محافظ، فالأهل يعني يثقون يخلي سنابي عند ابنه عند بنته عند كذا، يعني ما يشوف شغلة بيها إسفاف أو ما يشوف فيه شيء بيه خطأ. أكو طفل متابعني اسمه مؤمن، الله يحفظه إن شاء الله، آمين. هذا مؤمن كلش متعلق بيه وبالسناب ومتابعني جدا، فعنده هو عملية فتحة بالقلب، فلازم يسوي له عمليتين كبرى. سوى له أول عملية من طلع عن البنج يقول له لا اريد مصطفى عبد الله واريد اشوفه ولازم احكي وياه ولازم، فامه مصبرته اي راح يجي مصطفى وكذا وان شاء الله يجي اقرا، لان مصطفى مسوي مثلا دعوه وراح نروح نشوفه بالشركه نجوم الدار البيضاء. فظل الطفل بامل. فقبل العمليه الثانيه مالته قال لهم اني ما اروح للعمليه اذا ما يجي مصطفى للبيت. فاني صدفه اني دايركت المسجات قافلها يعني من الضغط وكذا، لان يشغلني وياخذ وقتي بصراحه، واني ما اقدر اشوف احد اذا ما ارد عليه. جيد. فكنت فاتح المسجات، اجاني مسج طويل قريته، ام ذا تقول لي انه ابني وحالته بخطر وبيدك ومدى يقبل وضعه وحالته النفسيه مدى ترضى الا انت تجي. فاني شجعت على الموقع، قلت بس دزين لي العنوان. جيد. دزت لي العنوان ودزت لي الموقع البيت، وبدون اي تفكير بدون اي وعي وما اعرف شنو راح يكون وراء هذا المسج، وصلت للعامريه وللبيت وقلت لهم اني بالباب. الله. اخذت له هدايا طفل والعاب. فاول ما نزلت هو ركض علي بطريقه كانما واحد دا يشوف يعني ابوه. طيب. اخوه حضني كلش يعني ألمني الموقف وحبيته، حضنته الولد، نزلت له الالعاب والشغلات، قال لي انا ما محتاج شيء. طيب. أنا محتاج بس أشوفك، يعني الولد صدمني بكلامه طبعا، كلام خجلت لا أقدر أنزل الغراض ولا أقدر أكمل وياه. مهم دخلنا حكيت ويا الطفل كلش كان يعني الحمد لله، الحمد لله والشكر، فرحت قلبه، فرحت يا ربي في أقرب وقت يفرح قلبك وعلى طول يفرح قلبك. مصطفى، مصطفى في خطأ أنت نادم عليه مألمك هواية؟ ما متندم عليه، بس خطأ هذا أساسي وياي بالذات، يعني هي طيبة قلبي. يعني أنا هسه أنت هسه من الناس تجرحني ورا فترة تجي كأنه شيء لم يكن، هم تجرحني مرة ثانية وتجيني ورا فترة، يعني ما شلون يقولون على قولتها أنا ما عدى قلب. أها. طيبة القلب ممكن قلبه. الحمد لله، بس أنا هاي بصراحة ما زعلان عليها، لأن أنا مؤمن بقانون الرب إنه كل شيء يرجع لك. يعني أي شيء تقدمه لابد أن تلقاه. نعم. ربك إن شاء الله يعطيك إياه. طيب ما عندنا كن دقيقة دقيقتين لازم نختم. مصطفى في فنان لحد الآن ما متعامل وياه وتتمنى أنه تقول أنا فلان أتمنى أخرج له؟ أكيد أتمنى يعني، ودائما أطمح لهذا الشيء، أنه أصور للفنان الكبير النهر الثالث القيصر. أوف، كاظم الساهر. أكيد. جميل. يعني هذا أعتقد حلم كل مخرج. غير كاظم خاف لا ما يتحقق، طيب غيره ما مي يعني ماكو اي فنان يسوي عندي شغف وفتشي يعني بقيت كاظم بس كاظم الساهر. نعم. طيب انكيدو الاخراج، انكيدو الاخراج من هذا اللقب اطرحه عليك، شنو موضوع انكيدو؟ انكيدو الاخراج مصطفى عبد الله من؟
هو مو انكيدو الاخراج مصطفى العبد الله، يعني هاي تركب هو العالم بالسوشيال ميديا ركبته هو، يعني انكيدو هذا لقب حصلت عليه من مجله جواهر الامارات والاي تي في العراقي، وهاي التفاصيل المجلات. هذا الشيء يعني العالم اخذته من، يعني انكيدو هو رمز للصداقه والوفاء. اها حلو جميل. فلكون يعني صديق الكل وعندي معارف يعني بالوسط وخارج الوسط، فتلقبت بهاللقب انكيدو. وانا احبه على فكره، لان انت لو تقرا على انكيدو وعلى صفاته وشنو كان هذا الانسان وش سوى، يا رب يحبك كذلك اللقب. يا رب يحبك كذلك اللقب. نشوفك اليوم ما شاء الله سبورت معانا، واحيانا تلبس الزي العربي لقب على قلبك، وانا اشوف نفسك ترتاح بزي معين، تقعد في مضايف نشوفك مرات بالعقال والدشداشه، ومرات نشوفك بالسبورت. بالسبورت ياهو ايش؟ قلت لك لقب على قلبك. احنا ناس بابت عرب وعشاير. والنعم والنعم. وعندنا عادات وتقاليد، وانا ملتزم ويا عمامي وخوالي، فدائما يعني عندنا جلسات، يعني هاي المضايف والدواوين تعلم والثقف يعني مدارس. جيد احسنت. واني بين فتره وفتره يعني انعزل من الوسط الفني واروح لهاي المجالس وهاي الدواوين على قولتهن، اتعلم من عندهم. اكو حكمه، اكو اخلاق، اكو طيبه، اكو التزام، اكو مراجل. مدارس المجالس اكيد نتعلم من عندهم. يعني انت أحسنت. الوسط الفني ايش تلقى بي غير بس النفاق والقال والقلت وفلان راح وفلان اجى؟ احكيك اياها، يعني انا هذا الموضوع معاني من عندك. متى ناوي يعتزل مصطفى؟ حسره يعني وسبانيت ليش؟ بالفتره مو اني اكو شغله، اكو التزامات. يعني متى ناوي تعتزل؟ جاوبني. خلي اخدمك. ولا مرتاح لهذا الجو اللي بيه نفاق واللي بيه كذا ولغط، مرتاح انت بيه؟ متونس. اكو شغله احنا هنا. اذا قولي ما ناوي معتزل. لا 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 احب هذا الجواني. لا 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 انا احب عملي وباقي بي، احب انه مو اعتزل، احب اكون انه بخانه ما اشتغل وياها كان وانعزل من هاي العالم، بس اكو عالم بده تنفرض عليك. يعني احنا كشركه وجهه صار عندنا كم من انتاجات والشغل. انت اذا ما تشتغل هوايه وما تشتغل وياها كان وما تجيب هوايه مطربين يقولون طفى. اذا لازم نستمر بالعمل. فاحنا مستمرين حد ما هاي الفوره كلها تروح. في سؤال، اشتغلت فيديو كليب على ايش مخرج؟ قل لي كروما. يقول لي المخرج، انا ما اعرف المصطلح في الاخراج. كروما. اي نعم. ايه اشتغلت. اي طبعا. كم كليب؟ ما اتذكر، بس يعني اللي اتذكره اغنيه الفنان احمد العراقي. احمد العراقي. اي بس يعني، واشتغلت اغاني وطنيه همين كروما. اتمنى لك حياه سعيده وجميله من كل قلبي. حقيقه نورت برنامج اخطائي، انا سعيد جدا بالتعرف عليك. انت مخرج مبدع، لك لمسات جميله جدا، وجه معروف مصطفى العبد الله. بشرك انت وجه معروف. فيكم مخرجين يعني، بس انت وجه معروف، وجه مألوف، نحسك فنان حقيقه. من اشوفك مع الفنانين لا تختلف عنهم، كان نجم مع نجم، وين انت يمكن بس مجرد واقف بصفه، وين وين، بس انت اكيد اضافه حقيقيه لاي فنان. الكلام اللي قلته انا حاليا مو معناه انه نزار الفارس مقتنع به، لا، بس نقول لك هذا كلام الناس، فانت احسنت، جيت فندت ما يقولونه هم. اجوبتك كانت جميله وكانت صريحه جدا مصطفى العبد الله. تعرفنا اكثر على شخصيتك، عرفنا انه انت خجول وفي مساله جميله. اتمنى لك حياه حلوه. كلمه لبرنامج اخطائي. طبعا اشكرك واشكر هذا البرنامج، واشكرك على الاعداد الجميل، وتحياتي لكل العاملين على هذا البرنامج والمخرج والمصورين. تحياتي الى كادر قناه الرشيد، وهذا البرنامج حقيقه يعني برنامج جميل جدا، واني سعيد بلقائي وياك، واتمنى يكون عندنا هاي البرامج يعني دائما.